بيان من الديوان الملكي عبر فيه الملك سلمان بن عبد العزيز عن أمله في تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ليتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني. بيان أكد مجددا حرص المملكة على حقن دماء المسلمين وازدهار أفغانستان بعد المآسي التي يتعرض لها الشعب الأفغاني. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن عن هدنة مؤقتة من جانب واحد مع الحركة بمناسبة عيد الفطر لمدة 7 أيام استقبلتها طالبان بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام لتشهد العاصمة كابول دخول العشرات من مقاتلي الحركة غير المسلحين يتبادلون التهاني بالعيد مع قوات الأمن الأفغانية بالعناق والصور الذاتية. وفي خطوة جريئة أعلن غني تمديد الهدنة لمدة 10 أيام أخرى رغم رفض الحركة مستأنفة عملياتها ضد القوات الحكومية، خطوة سبقها غني بعرض على طالبان في نهاية فبراير بإجراء محادثات سلام يمكن من خلالها الاعتراف بالحركة كجماعة سياسية شرعية لإنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 16 عاما. وشهد الشارع الأفغاني حراكا سلميا من أجل السلام إذ استقبلت كابول مسيرة قطع مشاركوها مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام طوال 38 يوما، معظمها كان في شهر رمضان. جهود الرئيس الأفغاني لوقف إطلاق النار وصفها الاتحاد الأوروبي بالتاريخية، وعبرت الولايات المتحدة عن استعدادها للتعاون من أجل تحقيق تسوية سياسية. كما عرضت أوزباكستان تنظيم مفاوضات مباشرة بين الجانبين بهدف وضع حد للحرب في أفغانستان بصورة نهائية، لكن آفاق تحقيق السلام لا يزال يهددها وجود تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، فضلا عن انتشار إرهابيين أجانب في البلاد. لبرنامج هنا الرياض، شهاب شعلان.